السلام عليكم ورحمة الله، أنا الدكتور إبراهيم العقيل، اختصاصي الأمراض الصدرية والأمراض الباطنية. سنتحدث الآن عن طرق علاج التهاب الصدر. بداية، التهاب الصدر هو يشمل التهاب في المجاري التنفسية، سواء كانت مجاري تنفسية عليا أو مجاري تنفسية سفلى. المجاري التنفسية السفلى المقصود فيها القصبة الهوائية وما ينتج عنه من التهاب القصبات الهوائية، أو التهاب في الرئتين بذاتها، بحيث وما يؤدي إلى مرض يسمى ذات الرئة أو النيمونيا. علاج التهابات الصدر تكون غالبا حسب نوع المسبب الذي يكون هو سببا لهذا الالتهاب. فإذا كان المسبب هو فيروس، معظم علاجات الفيروسات تكون علاجات تدعيمية، لأن الفيروس طبيعته أنه يختفي لنفسه بوحده، فهو عبارة عن كائن يعيش ويموت ذاتيا. وبالتالي يكون علاجات الالتهابات الفيروسية مدعمة. إذا احتاج الإنسان أكسجين يحتاج إلى الأكسجين، وإذا بحاجة إلى الإكثار من شرب السوائل، بالإضافة إلى تخفيف الأعراض التي قد تنتج من الالتهاب، من ارتفاع الحرارة ومن السعال ومن الأعراض التي تؤدي إلى سيلان الأنف وآلام في الحلق. أما إذا كان سبب التهاب الصدر هو التهاب بكتيري، فالعلاج الالتهاب البكتيري بحاجة إلى المضادات الحيوية، ويعتمد نوع المضاد الحيوي حسب نوع الالتهاب وحسب حالة المريض، تختلف من حالة مريض إلى مريض، ومن حالة الأمراض المصاحبة الأخرى للمريض كأمراض الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى. فمريض ليس لديه أمراض قلب وضغط وكلى يختلف علاجه عن إنسان طبيعي ليس لديه أمراض مزمنة. ويختلف أيضا العلاج البكتيري لأمراض التهابات الصدر حسب مكان علاج المريض. فإذا كان المريض بحاجة لا يحتاج إلى دخول لمستشفى حسب بعض أنواع المعايير، منها وظائف الكلى ومنها مدى صحيان المريض وعمره ودرجة تنفسه وضغط المريض، فإذا كانت هذه الأمور مستقرة لدى المريض فيمكن أن يتم علاجه في المنزل إذا كان ممكنا ذلك، ويكون العلاج عن طريق الحبوب من المضادات الحيوية. أما إذا احتاج المريض إلى دخول إلى المستشفى أو إلى العناية المركزة، وهو بذلك يحتاج إلى علاجات بالوريدية بالمضادات الحيوية بعد أخذ الزراعات من القصبات الهوائية ومن البلغم ومن الدم، باستثناء وجود التهاب دموي. ويوجد نوع آخر من الالتهابات التي تصيب الصدر، وهو التهاب الفطريات، إذ نجد هذا الالتهاب يكثر عند المرضى ذوي المناعة الضعيفة، مهما كان سبب نقص المناعة لديهم، مثل المرضى الذين يتناولون العلاج الكيماوي للسرطانات أو للأمراض الخبيثة، أو لمرضى الذين يعانون من أمراض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، أو لبعض المرضى الذين يكثرون من تناول مادة الستيريوديدات اللي هي الستيرويدز، إذ هذا يعمل هذا العلاج على نقص المناعة. ويكون علاجهم غالبا في المستشفيات بعد إشراف من الطبيب أخصائي الأمراض الصدر أو أخصائي الالتهابات، باستخدام أدوية الفطريات حسب حالة المريض. أما كيف نتجنب التهابات الصدر؟ فيكون ذلك عن طريق تجنب التعرض لمرضى مصابين بالتهابات الصدر. وعلى مريض التهاب الصدر أو مريض التهاب الرئتين أن يقوم هو نفسه بتجنب التعرض للناس الآخرين حتى لا يزيد من نشر العدوى لدى المرضى. وإذا احتاج إلى سعال يمكن له أن يسعل بمنديل، استخدام المنديل أثناء السعال وغسل اليدين بشكل منتظم بالماء أو بالكحول بشكل منتظم. بالإضافة أحيانا قد يحتاج إلى أن إذا كان هناك سعال مع بلغم أن يسعل على كتفه مثلا، أو أن يستخدم منديلا لذلك. ودمتم سالمين.